ميرسي يا قلبي على كل الحاجات الحلوه دي. مفيش حاجه تكتر عليك يا روح قلبي تروح. انت ذوقك يجنن. عقبال كده يا حبيبي ما اشوف ذوقك وانت بتهديني. نولها لي يا رب قبل ما اموت. قصدك ايه يعني؟ تحرجيني علشان ما عنديش فلوس؟ لا يا قلبي، كله الا كرامتي. انا ما قصدتش. انت لازم تعتذري. اعتذر؟ كله الا كرامتي. طب ولو قلت لك بقى اني هجيب لك البدله الجينز اللي كانت عينك هتطلع عليها، هتقولي اعتذري برضه؟ طبعا لا، البدله الجينز دي هتبقى اجمل اعتذار من اجمل تحف الدنيا. انا حاسس ان قصه حبنا دي هتبقى اجمل قصه حب في التاريخ. قول في الجغرافيا. على فكره انت عجبتيني قوي في اللي عملتيه مع فرح بنت عمك. ولو اني عارفه ومتاكده ان بابا كدب علينا في حكايه ان طنط فاتن طلبت منه الجواز، اكيد اللي حصل العكس. انا طول عمري بقول على باباكي ده راجل محترم قوي. على فكره انا اتاخرت، لازم الحق امشي واغير في الحمام اليونيفورم المدرسه عشان اوصل في ميعاد المدرسه مظبوط. اوعى يا قلبي حد ياخد باله ان انت داخله بهدوم الخروج وخارجه بهدوم المدرسه من الحمام. هو هنا حد دريان بحد؟ امال هم سموه مول ليه؟ ناقص له دال ويبقى مول. وانا جبت لك الشهاده المرضيه علشان كله يبقى على ميه بيضاء. ميرسي يا قلبي. العفو يا قلبي. ايدك بقى على 50 جنيه. بتوع ايه دول؟ حق الشهاده المرضيه المضروبه يا قلبي. اخيرا يا حبيبي مضيت عقد التوكيل الالماني. ما انا ما كانش ممكن اسيب صفقه زي دي تروح من ايدي. ده انا عملت المستحيل وغرمت كتير قوي عشان افوز بالصفقه دي. واول ما نبتدي الشغل في المكان الالماني هننط نطه كبيره قوي وهنبقى فوق فوق قوي. يلا يا حبيبي البس الجاكيت. يا ترى بقى هتجيب لي الطلب اللي طلبته منك؟ طبعا، مش الارض بتاع طريق مصر اسكندريه؟ أنا عايزة 30 فدان بس، أبني عليهم فيلا صغننة كده نقضي فيها الويك إند، زي منيا صاحبتي. بس كده، نخليهم 50 فدان يا ستي بدل 30، بس نبتدي الشغل. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. طب يلا بينا بقى، لحسن اتأخرنا قوي على ميعاد الحفل، وتلاقي الضيوف زمانهم هيهلوا. حاضر. أنا مش عارفة أقول إيه لبابا. دي تالت مرة نخرج ونسيبه لوحده من ساعة ما جه. هو ايه؟ باباك هيحاسبنا احنا رايحين فين وجايين منين؟ وبعدين ما تنسيش ده راجل تعبان، يعني القعدة في البيت أحسن له. دي حتى الورقة اللي اديتهاني فاتن فيها الأكل بتاعه راحت مني، واتكسفت أسألها إيه أنواع الأكل اللي بياكله. ما هو بياكل من اللي احنا بناكل منه، هو احنا يعني حرمناه من حاجة؟ إلا قولي لي أخبار فاتن إيه؟ أخبار إيه يعني؟ مش فاهم. يعني الأخبار اللي خلتها سابت باباك هنا عندنا. هي ما كلمتنيش في حاجة زي دي. آه، ده يظهر الموضوع هيطول بقى. هي إيه؟ ما صدقت إن تسيبه هنا عندنا؟ جرى إيه يا كمال؟ بابا ما بقالهوش غير أسبوعين بس، أنت مستعجل على إيه؟ بليز. Water. اوكي. انتوا خارجين يا طارق ولا ايه؟ ايوه جدو، احنا رايحين حفله بابا عاملها في فندق علشان اخد توكيل الماني كبير قوي. بس جدو ما تقولوش ان انا قلت لك، يعني ما تجيبلوش سيره. يا ماما اصلي كانت عايزه تعملها هنا في الشقه بس هو ما رضيش. جهزت يا طارق؟ أنا جاهز يا بابا. معلش يا بابا، أصل أنا وكمال نازلين عشان عنده واحد صاحبه في المستشفى ورايحين نزوره. هتزوروه بهدوم سواري؟ أصل
ما هو نجيب لك حاجه واحنا راجعين. اه يا ريت. لا 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 مش عايز حاجه. طب يا بابا ابقى اتعشى ونام بدري، يعني ما تستناناش، اصل احنا هنتاخر شويه. تصبح على خير. انت من اهله. مع السلامه يا بابا. فينك؟ فينك يا فاتي يا بنتي؟ أنا حاسس إني من غيرك بردان وعريان. فينك؟ تطبطبي على أبوكي وتاخدي في حضنك زي ما بتاخدي ولادك في حضنك. بلاش تخليها تسمع صوتك، أكيد هتحس بيك وباللي جواك، وهي مش ناقصة هموم اللي فيها مكفية. بقالك ساعة إلا ربع عمالة تشيلي السماعة وتهبديها، تشيليها وتهبديها، أنا دخت دخت. أنا قلقانة قوي على بابا وعايزة أكلمه في التليفون، وخايفة يعرف من صوتي إن أنا متضايقة، وبعدين لو عرف اللي حصل مش هيحصل. طيب ايه يا تامر؟ ايه اللي قومك من سرير؟ انا عايز اتكلم معاكي في موضوع يا ماما. خير يا حبيبي؟ انتي رايحه فين؟ هدخل اشرب قهوتي جو. لا اقعدي. لا انا اشرب قهوتي براحتي وانتي تقعدي مع ابنك براحتك. ايه بقى الموضوع؟ ماما انا عايز اتعلم الكاراتيه. تتعلم الكاراتيه ليه؟ ماما انا حاسس بالعجز يا ماما، انا نفسي احس ان انا اقدر احميك انت واختي فرح واقدر ادافع عنكم. يا حبيبي انت ايه اللي خلاك تقول الكلام ده؟ ماما عشان خاطر يا ماما، لو بتحبيني فعلا يبقى لازم توافقي. بص حبيبي انا عايزه افهمك ان القوه مش في الكاراتيه وفي الملاكمه، قوة الإنسان في شخصيته، في مبادئه، في احترام الناس ليه، مش في عضلاته. يا ماما عشان خاطر يا ماما، لو فعلا بتحبيني بصحيح يبقى لازم توافقي على ده. حاضر هفكر في الموضوع أوعدك. قبل ما تسألني أنا اللي أقنعته بحكاية الكاراتيه دي. طب أنا ممكن أعرف ليه وشمعنى الكاراتيه؟ ابنك منطوي ما عندوش ثقة في نفسه، لا بيخرج ولا له أصحاب. يفاتن الولد منطوي فعلا. أيوة هو طبيعته كده بيتكسف، إنما أعمل له إيه؟ ومش فاهمة يعني ليه الكاراتيه بالذات. والله اللي جه على بالي ساعتها، وبعدين مش أحسن من المجلات إياها تامر. اسكتي بقى. أصل أنا فكرت كمان ها في حاجة بس ما خطرش على بالي كاراتيه. ألو؟ اهلا يا فهيمة، ازيك؟ اه وصل موجودة دي اول حاجة. الو؟ ايوه مبسوطين طبعا من غيري. امتى حصل الكلام ده؟